طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستهلها بمقاييس الثلوج المسجلة خلال 24 ساعة الماضية بإقليم تازة وبجبل تزق. سجل 45 سنتيمترا بالقمة و20 سنتيمترا بالسفح. بجبل بويبلان 10 سنتيمترات بالقمة و5 سنتيمترات بالسفح. بإقليم إفران سجل سنتيمترين. بجبل حيان 35 سنتيمترا. مشليفن 23 سنتيمترا بالقمة و18 سنتيمترا بالسفح. بهبري 28 سنتيمترا بالقمة و23 سنتيمترا بالسفح. وبميدلت بإيميلشيل سجل 20 سنتيمترا و 4 سنتيمترات بتلفيت. وبالنسبة لتساقطات المطرية بمدينة الناظور سجل 5 مليمترات بمكناس والرباط 3 مليمترات تازة وسلا ووجدة وكذلك العرائش وسيدي إفني مليمترين. كما سجل من الأمطار مليمتر واحد بكل من طنطان إفران والقنيطرة. وفي صورة الساطل لهذا اليوم، الأجواء غائمة وممطرة بالنصف الشمالي للمملكة مع ثلوج بمرتفعات الأطلس المتوسط وبشمال الأطلس الكبير التي يتجاوز علوها 1500 متر. وغدا بإذن الله أجواء باردة ستشهدها المناطق الأطلسية، الريف، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مع تكون الصقيع أو جريحة محليا. كما ستنزل أمطار بالمناطق الشمالية الغربية بالأطلس المتوسط بجنوب منطقتي الريف والسايس وبشمال المنطقة الشرقية. تساقطات ثلجية منتظرة بمرتفعات الأطلس التي يتجاوز علوها 1400 متر. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى درجتين، تحت الصفر ببولمان، درجة صفر بإفران، 4 درجات بخنفرة، 5 درجات بخريبكة، 3 درجات ببعرفة، 6 درجات بفيقيق وفاس، 7 درجات ستسجل بمدينة تازة، 9 درجات مرتقبة بالحسيمة الرباط والجديدة. خلال الظهيرة ستسجل 18 درجة بكل من طنجة وفييق، 17 درجة ستسجل بالسعيدية الناظور والحسيمة، 14 درجة بمدينتي فاس ومكناس. وبالمناطق الوسطى الأجواء بإذن الله ستكون غائمة مع احتمال قطرات مطرية بالمناطق الغربية للأطلس الكبير، سماء قليلة سحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 5 درجات بتنغير، 6 درجات ستسجل بورزازات، 7 درجات بالراشدية، 9 درجات بأرفود وبني ملال، 11 درجة ستسجل بمراكش إقليمي، و 14 درجة مرتقبة بسيدي إفني. خلال الظهيرة ستسجل 26 درجة بزاغورا، 24 درجة بطاطا، 21 درجة مرتقبة بمراكش أسفي وتارودانت. وبشمال الأقاليم الجنوبية أجواء غائمة مع أمطار ضعيفة خصوصا بالمناطق الشمالية. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 11 درجة بالزاق، 12 درجة ستسجل بقلت التازمور، 15 درجة بالسمارة وبكرة، و16 درجة ستسجل ببوجدور العيون وترفايا. خلال الظهيرة ستسجل 26 درجة بالسمارة وبكرة، 25 درجة بقلت زمور العيون والزاق. وبأقصى جنوب المملكة أجواء عموما قليلة السحب، درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها 15 درجة بأوسرد والدخلة، 16 درجة ببئر إنزران، و18 درجة مرتقبة بالقويرة. خلال الظهيرة ستسجل 29 درجة بأوسرد و28 درجة بالقويرة وبئر إنزران. أما حالة البحر بسواحل الواجهات المتوسطية، سيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل البغاز، بحر قليل الهيجان إلى هائج. بالواجهة الأطلسية سيكون هائج إلى كثير الهيجان ومحليا قليل الهيجان إلى هائج بسواحل المتواجدة ما بين طنطان وبوجدور.
المد في تمام 11 صباحا و24 دقيقة، والجزر في تمام 5 صباحا ودقيقتين، والخامسة مساء و38 دقيقة. شروق الشمس على الساعة 7:56 دقيقة، والغروب على الساعة 7:23 دقيقة. وخلال يوم الخميس المقبل بمشيئة الله الأجواء ستكون ممطرة بالمناطق الشمالية، بالمناطق المحايدة للأطلسين المتوسط والكبير بشمال المنطقة الشرقية وأيضا بالريف. أمطار ستكون ضعيفة بجنوب المنطقة الشرقية وأيضا بوسط المملكة مع ثلوج بقمم الأطلسين المتوسط والكبير. توقعات الطقس إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله أجواء باردة بالمناطق الأطلسية وأيضا بشرق المملكة مع احتمال تساقطات مطرية ضعيفة بالمناطق الشمالية وأيضا بالمناطق المحايدة للأطلسين الكبير والمتوسط.